طيب مهم جدا برضو نتكلم عن مشهد آخر الحقيقة، وهو أطفال غزة اللي هم مش زي أي أطفال، كمان ليهم صوت وكمان عندهم قصة يحكوها، قصة للأسف وبكل ألم كل فصولها مأساوية، من أول ما بيتولدوا محاطين بالفقدان والوجع واليتم والخراب. شوف الصور بعد إذن حضراتكم، شوفوا البنوتة الغزاوية اللي احنا هنشوف صورتها دلوقتي بعتت لينا برسالة عايزة توصل صوتها من وسط الخراب والركام والدمار، رسالة مهمة جدا نشوفها مع حضراتكم. قناة المحور مع خالته هبة جلال. زي ما انت شايفين قصفوا الدور على روسنا، واحنا مش رح نستسلم، حتى لو خلونا أشلاء بأي شارع مش رح نستسلم، ورح نقف مع المقاومة ونضلنا ندافع عن أرضنا وشرف. احنا بنعاني من يوم ما انولدنا من الاحتلال، من حقي اني أعيش زي باقي الأطفال، ألعب وأمرح وأتعلم. أقل الحقوق لإلي إني أعيش بأمان. إلنا أكثر من 23 يوم بنعاني، دائما بنصحى على صوت القصف، في أطفال تحت الركام مش قادرين نطلعهم، إيش نسوي؟ إحنا لسه بأول طفولتنا، يعني مفروض نعيش بأمان، نعيش بمأوى كباقي أطفال العالم. الاحتلال الصهيوني بيفرقش بين كبير أو صغير، المهم يهدم، وهو ولا بيرحم كبير ولا صغير، ومش هامه اللي احنا عايشين فيه. احنا عايشين دائما دائما، يعني حتى بنعرفش ننام، بنعرفش نغفي عينينا، بنصحى بنشوف الدور بالقصف قبل عينينا. بدي اعيش بامان مش بهذا الظلم اللي احنا عايشينه، بس ان شاء الله راح نحرر فلسطين وراح نحرر القدس، والمقاومين احنا راح ندعي لهم وراح نقف معهم، ونضلنا ماسكين بايديهم ونشد على ايديهم. واحنا لنا 23 يوم بنعاني من سوء التغذيه، ولا طعام يكفينا، باليوم ناكل وجبه واحده. بنشكر قناه المحور والاعلاميه هبه جلال على اهتمامها في قضيتنا. الرد على الرسالة دي ما ينفعش يكون بالكلام، الرد على معاناة الأطفال أطفال غزة يكون بمساعدتهم، الرد من على المعبر مباشرة، شغالين ليل نهار عشان نقدر نوصل المساعدات، شغالين ليل نهار عشان نلحق أطفال غزة، بنسابق الزمن، بنحاول نوقف الضرب امبارح قبل النهاردة عشان نمنع إصابات جديدة وموت جديد ونوقف الهدم والخراب والدمار. على المعبر عندنا الهلال الأحمر والتحالف الوطني شغالين بإيدهم وسننهم، وأنا عارفة دايما بقول كل مرة في كل حلقة من حلقات 90 دقيقة أنه أكيد مش كفاية، وأنه أكيد في احتياج للمزيد من المساعدات، خصوصا وإحنا كل ما بنسمع يعني نتواصل مع أشقائنا في فلسطين نتصدم بالعجز الكامل في القطاع الطبي، وبالنقص الشديد جدا في الأدوية وفي المستلزمات الطبية وفي البنج وفي التخدير وفي يعني المواد اللي بتستخدم لإجراء التدخل الجراحي اللي هم في أمس الحاجة إليه النهاردة، ده غير بقى التغذية والحاجة إلى مساعدات إغاثية وإنسانية متعددة ومختلفة إضافة لكل ده الوقود. فدايما بقول إنه مع كل الجهد اللي احنا بنعمله أكيد في الاحتياج إلى ما هو أكبر، لكن الشغل لا يتوقف على معبر رفح، وده اللي انا باكده لحضراتكم واضمنه ليكم.